الشعراء حق هذا اليومتين الذي بيكتبوا الأشعار للفنانين يشرب دب آخر ويكتب شعر للفنان والفنان يشرب ويبدلوا والأغنية تطير وتدخل إلى كل بيت. المفروض أن الشعراء الدولة تمسكهم. أي واحد بيشعر من هذا الأشعار أي واحد بيكتب هؤلاء الكلمات يا حبيبي وين الدوجيتال الدولة تمسكها. المفروض أن الدولة تمسكها وتدلكم في رأسه تخرج الشعر من أسنانه ساعة ثعبان لأن هذا سمى الشعر هذا سمى الشعر يا هاجسي وين أنت واقسم بالله لا أفقعك لو ما تجي وأنا قسم بالله أنا لو ما جي ترك جاي أخوه كنت منتظر أين الشعر أين الشعر هذا شعرته أين الدولة تنتفهم من شعرتهم قال لك هذا شعر والله أنه يطلع يدي لك كلام ما تدري ما يشتي يا عاجزي وأنا فلتني كله يعني كلام حبيبي روحي نقصي فوق أي